وبمساحتنا الأخيرة لليوم رح نسلط الضوء نور على مصطلح الكوتشنج. شو رأيك بهذا المصطلح وقديه اليوم هو مهم عم نسمع بحياتنا؟ يعني عم نسمع لايف كوتش أو لايف كوتشنج كثير عم نسمع مدرب الحياة. قديش فعليا بالعشر سنوات الأخيرة صرنا نسمع هذا المصطلح بشكل كبير، قديش صرنا بحاجته أكثر. هلأ حانا كثير مننا بيكون عنده هدف، بيكون عنده ناحية كثير إيجابية ومهارة بحياته، ولكن هو بجوز ما أنه منتبه له. ليجي دور هذا الكوتش ليعلمنا ويدربنا لنقدر نحن نكتشف حالنا بالنهاية. ضيفتنا لليوم هي لايف كوتش رامي محمد المكاكي، هيك صح؟ صح مكاكي. يسعد صباحك. طبعا حضرتك استشارية صحة نفسية وتربوية. تفضل. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. في البداية قبل ما نغوص بالتفاصيل ونحكي عنها، خلينا نعرف شو معنات لايف كوتش. يعني نحن بنعرف مدرب الحياة، بدنا نبلش أول شيء أنه بالكوتشنج أو اسم الكوتش. الكوتش إجا من كلمة هي أصلها هنغارية، بعدين ترجموها للغة الإنجليزية معناتها عربي كريج. كانت استخدمتها جامعة أكسفورد 1830 كلغة متداولة. نعم. بمعنى أنه مثل المدرس الخصوصي يعلم الطالب يعني بنقطة ضعف عنده ليساعده لحتى يتخطاها. الكوتشنج هي جلسة يعني حوارية تفاعلية بين الكوتش والمستفيد. طبعا مبنية على الثقة وعلى السرية التامة. وظيفة الكوتشنج هي أنه يستخرج الكوتش القدرات والطاقة الكاملة عند العميل أو المستفيد. يعني إحنا فينا نسميه عميل فينا نسميه مستفيد، بطريقة استثارة تفكيره عن طريق الحوار. والطريق الحوار هي طريق، يعني هو حوار تفاعلي. نعم. بين الكوتش والعميل. طيب حكينا عن مصطلح الكوتشنج، ولكن هذا المصطلح لحتى يقدر يوصلني أنا صح ويكون نتائجه إيجابية بحاجة لكوتش مدرب وعنده مهارات كتير مهمة. بداية خلينا نعرف شو هو الكوتش بنظرك وشو هو أهم المهارات المفروض أنه يمتلكها. الكوتش هو أكيد شخص مؤهل ليكون كوتش، يقوم بالجلسات الكوتشنج. أول شيء بده يكون ملم بعلم النفس وعلم السلوك المعرفي لحتى يعرف شخصية العميل اللي عم بيتعامل معه. ومشان مثل ما حكينا انه يستثير الافكار الموجودة داخله والطاقة الكامنة جواته لحتى يطالع الشغلات اللي هو ما بيعرفها بنفسه العميل نفسه. طيب خلينا نحكي عن فلسفة الكوتشينج، يعني نوسعها أكثر. لما نقول هي جلسة حوارية تفاعلية بين الكوتش وإن كان مثل ما تسميه العميل أو المريض أو أي، يعني لما يعني شبهتيها للحالة مثل لما يكون في حدا عنده مشكلة عم يحس فيها ورايح لطبيب نفسي، بس هون الموضوع مختلف. هون النتيجة كيف بتكون؟ يعني نحن عم نحكي عن حوار تفاعلي بين الكوتش والشخص الآخر، لوين بتروحوا؟ يعني صار في حوار تفاعلي للمكان مكامن الأساسية، لوين بتكمل؟ هي فلسفة الكوتشنج هي يعني هي المحور الأساسي هو العميل. الكوتش لما يتعامل مع العميل هو بيعرف الكوتش إنه في عنده قوى داخلية أو طاقة كامنة مشان يطالعها. فهو شغلة الكوتش مو إنه مثلاً يلاقي له حلول أو مو إصدار الحكم، لا بالعكس، الكوتش هو بيلاحظ بأنصت بيراقب بيحلل بيخليه يطالع مواضع القوة اللي عنده ويستخدمها طبعا بتطوير ذاته ومعرفة ذاته ومعرفة الأهداف لحتى يحدد الأهداف ويحققها بالطريقة يعني بأفضل طريقة وأسرع شيء إنه ضمن ظروف الواقع. أيضا ضمن ظروف الواقع. كوتش رامي خلينا هيك إذا حبينا نعمل إسقاط للواقع، من ضمن الحالات اللي أنت حضرتك مشرفة عليها، خبرينا اليوم عن حالة، يعني ما بدنا نحن نفوت بخصوصيات، بدنا حالة ونتيجة. الحالة أنا كتير بعتمد على القيم للعميل، القيم ندرس القيم والمعتقدات اللي خلته مثلا يكون أفكار محددة. مثل ما حكينا أنه العميل عنده أفكار كتير طبعا عقلانية وغير عقلانية وكلها بتتبع حسب ما هو مثل الخريطة اللي عنده، لأنه بنستخدم نحن تقنيات البرمجة اللغوية بالبرمجة العصبية اللغوية بنستخدمها بالعلاج. فنحن مشان هيك فنحن بنعرف الخريطة ليست الواقع. فهو ممكن حاطط بباله شيء، بس أنا بساعده أنه يكتشف شغلات
هي موجوده فيه بس ما بيعرفها. يعني بساعده انه يطور حاله، بيكتشف طب حاله. يعني نحن عم نحكي عن مشاركه افكار ودواخل الشخص، ممكن يكون في بعض الافكار والدواخل السلبيه بيشتغلوا انه مثلا تسليط الضوء على الايجابي، لانه بنعرف نحن بكل جانب بالشخص في جانب خير وجانب شر. كمان بيتم التركيز على هي، يعني في اشخاص بيروحوا لعندكم بيقول لكم انه انا يمكن مسيطر علي هي الافكار السلبيه، او ايه بده يطلعوا للاسف الظروف تلاقي تتفاجئي بتطلع هي المكامن فعليا بشكل كثير كبير. هو شغله الكوتش يقوي نقاط الضعف اللي عند العميل، وطبعا يسلط على نقاط القوه، بس هو اكثر شيء انه بيساعده، او هو يعني مثل اللي بيدفعه دفع لحتى يطالع الافكار الابداعيه ويتخلص من نقاط الضعف اللي عنده ويقويها. شو أكثر نقاط الضعف الشائعة اللي عم تكون عند؟ أكثر شيء الخوف عندهم، أكثر شيء الخوف، الخوف إنه من إنه يجربوا شيء جديد، خاف من الفشل، بخافوا من الفشل. طبعاً اللي بياخد مثلاً أو بيعمل جلسات كوتشنج بيستفيد لبعدين إنه في عن بصير عنده وعي، هي بالأساس إنه هي رحلة وعي، بصير عنده زيادة الوعي، بيطور نفسه، بيطور مهارات نفسه جديدة. مهارات الاتصال، التواصل الجماعي، في عنده يعني في مهارات كتير ممكن هو ممكن يفوت لعند الكوتش بشغله يطلع مستفيد من شغله ثانيه. يعني مثلا مثل تحديد اهداف، طبعا احنا بالكوتشنج بنعتمد على نماذج نشتغلها حسب الحاله. في ناس تحديد هدف، في ناس سفر، في ناس اي شيء، في عندهم عوائق، هدول المعتقدات اللي عندهم هي ممكن اللي بتعيق تجلي الهدف عندهم. طيب كوتش، خلينا نحكي اليوم عن الادوات اللي حضرتك بتستخدميها مع العميل مثل ما وصفتي، ان كان من الدعم، هن بجوز خمس ادوات انت اليوم بتعتمدي عليهم بالتعامل مع العميل. اي طبعا، هي اهم اداه هي الاسئله القويه والمدروسه والمنطقيه طبعا. نعم. كل ما كانت الاسئله قويه ونفس الموضوع عم يعني تتحدث عن نفس الموضوع، كل ما كانت النتيجه اسرع. طبعا مثل ما حكينا في نماذج كثير وفي اساليب كثير وفي صحيح. ادوات كثير، فما فينا يعني نتوسع كثير بالشرح، بس اهم شيء انه هي اسئله. هي اسئله، اذا نقول ادوات كثير، شو هي الادوات؟ هي ضمن الفلسفه الكوتش، هي فعليا بس انا بركز على المكامن الاساسيه واسئله بشكل متتالي. تمام. فقط ايه. هي يعني هي الكوتشنج بشكل عام بشكل رئيسي هي طرح اسئله. يعني انت لما تيجي مثلا بدك تساليني عن شغله، انا ما يعني ما برشدك ولا شيء، انا بوجهك، انا توجيه اكثر ما انا ارشاد او بفرض عليك راي. ضمن انت الشيء اللي انت حابه تحققي، انا بسالك اسئله، انت بتكتشفي السؤال من جواتك، فانت الحل يعني عندك. يعني المدرب لما يجي العميل لما يجي لعندكم بيقول لكم انه انا حابب يعني عندي هدف معين، بيقول لكم بالبدايه ولا انت بتوجهي؟ طبعا، ما نحن بدنا نشوف مثلا انت وين هلا، بعدين وين بتحب تكون، وهي بتكون مسار الرحله. طبعا بيكون في اكيد في تعامل بين العميل والكوتش على تحديد جلسات الكوتشنج، بده يكون في رابط بيناتهم، بده يكون في الفه، بده يكون في روابط كتير بيناتهم مشان تنجح في الكوتشنج. ايه، وفي اريحيه. طيب كوتش رامي، هيك خلينا نحكي بالحالات اللي اجتك، خلينا نروح للحاله الايجابيه اللي رحتي على تدريبها وتاهيلها واكتشاف مواهب، خلينا نقول، وحددتي توجهات لها، او مثل ما قلتي انت ما بتحددي، انت اليوم بتارشدي او يعني لحاله واحد بس اكتشف ذاته بيقدر يحدد شو بده بالنهايه. يعني طبعاً. شو اهم الحالات الايجابيه اللي وصلتوا لها؟ يعني شو عمل هذا العميل؟ يعني اجى بحاله ووصل لحاله. مثل ما حكيت انه هو بصير عنده وعي، بصير عنده وعي طالما هو من اول شيء انه عنده كوتش. هلا في ناس ممكن تستمر مع الكوتش مدى الحياه، كوتش شخصي يعني لايف شخصي، ممكن يحتاجهم. اكيد مو الكل بضل يلاحق التطورات وشو بده يعمل شو بده يساوي، هون شغله الكوتش بتجي. ففي ناس كثير وفي شركات كثير بتعتمده، وصار في دراسات كثير عملتها الاتحاد العالمي للكوتشنج على 62 دوله على 1265 شخص. صحيح. شافوا اهميه الكوتشنج بتغيير الفرد، او قد ايه لها فوائد على الفرد، قلنا الوعي بالتطوير بعلاقته مع الاخرين بالعمل الجماعي، وفي كثير شغلات يعني ممكن ما بقدر اذكرها كلها. طيب خلينا نحكي اكثر فئه يمكن مستهدفه او بتتواصل معكم ككوتشينج، شو هي كل الفئات مستهدفه هون؟ يعني في، لانه هو الكوتش له انواع، في كوتش مراهقين، في كوتش رياضه، في كوتش، في يعني انواع لكل فئه عمريه محدده، في كوتش، يعني كل المجالات بحاجه للكوتش. هي الكوتش بتيجي مثل فيدباك، تغذيه راجعه
تي او تي اللي بيكون عم بيعمل دورات تنميه بشريه، هي بتثبت المعلومات وبخليهم يشتغلوا فيه بشكل عملي اكثر يعني. طيب اليوم الناس اللي بتجي لعندكم شو بتكون بحاجه اكثر شيء؟ يعني النسبه الاكبر الاستقرار اكثر شيء، انه استقرار العاطفي النفسي الاجتماعي الاقتصادي اكثر شيء النفسي. ما بظل هي الظروف اللي عم نعيشها 10 سنوات من الحرب اقل شيء يكون مطلوب الاساسي. ما بظل هي الظروف هي اللي عم نعيشها، فالانسان بحاجه لكوتش. صعب صحيح. اكيد بالختام بدنا نتشكرك وبنتمنى فعليا كل هاي الظروف تمرق على خير، لما نقول النسبة العالية تحتاج إلى استقرار نفسي ومادي، لأنه الصلتين ركزي للنور على مادي، الصلتين مرتبطين لأنه هي ظروف انهكتهم خلال سنوات الحرب، واليوم عم نعيش أقصى الظروف الاقتصادية المعيشية. بنتمنى تمر على خير. بنشكرك بالختام. شكرا كثير. شكرا كوتش لحضورك هيك، وإن شاء الله بالصحة والسلامة النفسية والاقتصادية وكل وإلكم إن شاء الله يا رب. شكرا. ميرسي. يا هلا.